مرحبا أعزائي، عدنا في الحلقة الثانية من سلسلة الآلام. طيب احنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على الـ causes of oral and facial pain. كنا وقفنا فين في الفيديو اللي فات؟ وقفنا انه في 5 انواع من الـ oral and facial pain. اول نوع منهم هو somatic pain، واستفدنا جدا ان احنا لازم نستبعده الاول قبل ما ندخل في اي تشخيص من الخمسة التانيين. طيب كشفنا intraoral بشكل محترم، عملنا examination للسنان كلها، dental periodontal and mucosal، عملنا comprehensive intraoral examination وما لقيناش اي حاجة دانية زي الفل، عملنا x-ray لقينا الدنيا حلو. طيب ممكن يكون ايه السبب الدنتال بين او البيشنت بيشاور لك على الدرس ده ويقولك اخلع لي الدرس ده، ده ما بينيمنيش، وانت عملت كل الانفستيجيشن المتاحة ولقيت ان مفيش اي مشكلة في الدرس ده خالص. مش ممكن يكون الدرس نفسه كويس بس النيرف اللي موصل له هو اللي عيان؟ طيب هو مين النيرف اللي بيدي سنسوري سبلاي للتيث كلها؟ الترايجمينال نيرف. فبالتالي اللي يهمنا بقى في تاني خطوة او تاني سبب من اسباب الاورال اند فيشل بين هو النيورولوجيكال كوزز، واللي يهمنا في كل النيرفز اللي في جسمنا في لقطة الدنتال بين ده هو الترايجمينال نيرف. تمام. طيب الوجع الباثولوجي لما بيجي في النيرف، يعني لما النيرف يبقى عيان يبقى في باثولوجي في النيرف، بيسموه ايه؟ بيسموه هو نيورو وباثولوجي، فبيسموه نيوروباثي. بس قالك لا، في حاجة تانية اسمها نيورالجيا. هو ممكن النيرف يعيا من غير ما نسميه نيوروباثي؟ لا، هي النيورالجيا دي ما هي إلا نوع من أنواع أو عائلة بتتحط تحت عنوان النيوروباثي. طب اشمعنى انفصلت وعملت نفسها باشا وحطت نفسها في عنوان لوحدها منفصل عن عنوان نيوروباثي ما دام هي هي؟ لا، هي مش هي هي، هي نيوروباثي، يعني هي باثولوجي في النيرف بس عندها شروط خاصة، يعني عندها، يعني هي تنكة شوية، هي عندها 3 شروط نيوروباثي، عندها 3 شروط معينة في نوع الألم اللي هي بتيجي بيه. والله الثلاث شروط دول حصلوا في البين، فكده مش هنسميه نيوروباثي، هنسميه نيورالجيا. تمام، يعني هي بس للتسمية علشان نعرف احنا بنتكلم فين. تمام. طيب انت عندك نيوروباثي ده يعني ايه؟ يعني دي كلمة عامة لأي باثولوجي، اي دامج، اي مال فانكشنينج حاصل في النيرف، وبالتالي بيسموه نيوروباثي. طيب النيرف هنا عيان، خلاص ما احنا اتفقنا نيوروباثي، فين المعلومة؟ هو المعلومة بقى ان هو عيان على طول، فطبيعي ان البين هيبقى على طول، يعني البيشن ده هيبقى دايما عنده بين، وبما ان النيرف هو العيان فالبين بتاعه مش هيبقى دال ايكينج بقى، لا ده هيبقى بيرنينج سنسيشن. وهنقول ان هو ما عندوش تريجر زون. يعني ايه؟ يعني النيرف كله عيان، الجزء البرانش بتاعت النيرف ده كلها عيانه، ما فيش حته معينه بتوجع اكتر من حته، هو ما عندوش تريجر زون. تمام، ما فيش جزء لو دوست عليه البين يزيد، لا هو النيرف عيان عيان، يعني مش محتاج حد يضغط عليه ولا ما يضغطش، هو عيان. فعندك constant pain burn، عنده burning sensation يعني burning character، وما فيهوش trigger zone. دي المواصفات اللي لما يبقى فيه البين يعني patient بيشتكي من pain كده هنقول عليه neuropathy. تمام، خلينا نبتدي بالنيوروباثي وانواع النيوروباثي اللي تفرق معانا، وبعد ما نخلصها هندخل بقى في طيب ايه هي بقى الثلاث شروط بتاعت النيورالجيا، واشمعنى بقى النيورالجيا انفصلت عن عائله النيوروباثي او حطت نفسها في عنوان لوحدها وقالت ان انا نيوروباثي بس عندي شروط خاصه. تمام، هنتكلم في الشروط الخاصه بتاعت النيورالجيا دي في وقتها.